ابن الزمالك اللي جالنا شبرا يعاشر الاشقيه عشان يتحمى فينا وقلب رب مع شبراويه دلوقتي غايب وبيرفع عينه فيها نسمى قلنا سنتي ايه اللي بخمسوميه وبقينا بنبعت له اوتاكا ونوصيه عليه مخصوص ما هو مش عشان عبيط يفتش وفي فلوس من 2012 لينا في كل خرابه نفوز وده اللي خلى حلمك تعمل بفة مش فيوز فحرقت وقت وجهد على التلاميذ ودهت بعد كل فركش كان بيبان عليك الحزن صرفت وقت وطاقه واكيد كان في علاقه بين بعد كل واحد بعد فتره وبين نفاقك لا واتقنى بص من اللي بعد من اللي استنى هتشوفك درجه في سلم كل مبتدئ في مجالنا ومش بلومهم في طريق المجد لكل شيخ طريقه لما لمبه يجيبهم ابيض هيقول انه مش بيطيقك اصبح واضح انه شطب بس عايز يزود تايم تيك توكات وبتاع يا دوب الحمد لله بيرايم في اللايفات مفايم وفي البيفات مطايم مش جاي تنافس انت جاي تاخد كام لاين ومحروق عشان دخلت تستعطفني ما تأثرتش عمري ما اعتمدتك جتنا شبرا ما تشبرتش قلتلي هرد قلت ضحكت ما توترتش قلتلك لمبة بالنسبة لي طفل ما اعترضتش يا ما بعتوا بعض زي علي وهانيا انتوا مكشوفين قصادنا زي مصلحة رانيا لحنا زملاء ولا في بينا حق جيرة احنا في حتة تانية خالص استراليا اديتك الريسبكت على اعلام فودا عشان عارف انك عارف اني عارف جاية ازاي حبش تبقى محرج وانت بتكلمني لكن تعالى نوضح الواقع للفانز الاعلان كان جاي لويجز لكن ويجز استرخصه فقالوا نجيب فنان اقل ونقصقصه البرتقالي اداله اجره مش نقصه الاحمر قال النجم سعد فخلصه وهاتوا كنكه يكتب ما تسيبوش ليوسف قلم يوسف بيشعشع درمن ده مش نقص هبل جيت شفت الفرق بين مطبخكم وبين مطبخنا تسلم ايد الشافعي اللي مطلعها فخمه والمهم ساعه الانترفيو كانت الاسئله لسه مكتوبه الويجز ولا كانك انت هنا فتعصبت طلعت فوق قلت لا دي اللي تزوق بس نزلت زي الكلب الكشبة ايزلك يا جو احنا في ايدينا داتا اتقعدت تخيم مع عمه هما فابريكوا الداتا في بعدي والله لا حرمهم اللي فات بنيت لعبه بس لا فطمهم يا يبطلوا يشموا يشتموني يا بطلهم احنا في ايدينا داتا اتقعدت تخيم مع عمه هما فابريكوا الداتا في بعدي والله لا حرمهم اللي فات بنيت لعبه بس لا فطمهم يا يبطلوا يشموا يشتموني يا بطلهم فانزي فوق وراسه عاليه من باروتي انت سحابه بتغطي النجوم على الواطي تقلب قهوه في فجرك اقوم صاببها في كيسك بقلب جملك عليك كانها تلاميذك هقول لمارو يقولك رد واسعى سنه يا اسطى انت عامل زي واحده العابنا تعملها تخيش فتنقضها عيب على سنك صجتهم راب يا عم ورابهم احسن منك بتقول انك اتفرجت على راب جيم صعبنا عليك واحنا فيوزنا اكبر من فيوزك انت في حلقتين طبعا ده مؤذي كبزنس وانت عارف ليه حط نفسك مطرح اي شركه وقول هتدفع فين والحفلات ما بتتلغيش لظرف خارج عن ارادتك انت فنزك سد سعر جنون وكبر يقصر صرتك عملت بابا وما جيتش في النقابه ولما فقت رحت كان تأجيل عقابك انا عدد عليك تلاته وبالنسبه لي ميت انت مطورك اصبح خرده مش عايز يتزيت كل ده وانا لسه بالاصول متأيد احنا ملوك بننطح قطع انت بتبيت انا عدد عليك تلاته وبالنسبه لي ميت انت مطورك اصبح خرده مش عايز يتزيت كل ده وانا لسه بالاصول متأيد ملوك بننطح قطع انت بتبيت أرانس سنقول هي ممكن السلسة ممكن السلسة ممكن عملها عمو الجو مش ممكن يا المرنجي ملك الدسات ملك الفنون ملك الحلول الله يا الأسطورة مش ممكن يا المرنجي